في أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي لا تزال النقاشات على قدم وساق من أجل تمرير مسودة القانون والتي من شأنها أن تمنح المهاجرين حق الحصول على الوثائق الرسمية لتمكنهم من العيش قانونياً في الولايات المتحدة. أما بعض المحافظين في مجلس النواب الأمريكي ما زالوا يعارضون على منح الإعفاءات القانونية لهؤلاء الأشخاص الذين دخلوا خاصة بطريق غير شرعي. فالكثير من المهاجرين العرب لعبوا دوراً مهماً في المجتمع الأمريكي حتى أصبحت الجالية العربية المنتشرة في الولايات المتحدة تشكل نسبة كبيرة وثروة بشرية كبيرة أيضا إذا ما تم الاستفادة منها بشكل إيجابي. يعني دراستنا عن أمريكا خلتنا دائما نطلع على أمريكا كمثل أعلى، إنه هي بلد الفرص، هي بلد الاستقبال لأي جنسية ولأي دين ولأي أثنيسيتي. يعني كان إحساس، مش بس إحساس، حقيقة كان اعتقاد شديد إنه هذه البلد اللي بتناسبني، اللي ما رح أحس حالي فيها غريبة من ناحية اجتماعية. حلم الوصول تحقق. بعد ذلك بدأ مشوار طريق الحياة هنا للبعض بنجاح. بعد أعوام على وصولها إلى الولايات المتحدة تضرب لنا تلك السيدة مثلا عن إحدى قصص النجاح الباهرة في أمريكا في الوقت الذي تمكنت فيه أجيال عدة من المهاجرين وخصوصا العرب من مقاومة مشاكل الحياة رغم بعض الصعوبات المتمثلة بحاجز اللغة والعادات والتقاليد العربية. العادات والتقاليد ما كانتش مشكلة بالنسبة لإلي شخصيا، بس كانت مشكلة لإلي بالنسبة لأولادي. كيف بدي أربي أولادي بنفس الوقت يكونوا عندهم الثقافة والعادات والتقاليد وحب الأغاني العربية وكل الأمور هذه؟ لأني أنا حسيت أني أنا خلص تعلمت العربي وبعرف العربي منيح، بعرف القرآن، بعرف العادات، يعني ما فيك تاخذهم مني هذولي. نجح الكثير من المهاجرين العرب في إحداث اختراق إيجابي في المجتمع الأمريكي عبر بناء سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية والهندسية. كذا الحال ينطبق على البعض من الشخصيات عندما تحاول الانخراط أيضا في مجالات عدة ومنها ربما السياسية في المجتمع الأمريكي. بالإضافة لشهادتي في الخبرة تاعتي، هدولي مكنوني للهجرة. يعني لأهاجر أمريكا كان أقرب طريق لإلي أني أجي as a professional، أجي بمهنة. لك ما حدا بيترك بلده إلا إذا مضطر. يعني أنا لما جيت لهون جيت لأني مضطرة. تشهد حركة الهجرة إلى أمريكا تطورات عدة طرحت جدلية الموضوع الشائك في الولايات المتحدة، خصوصا وأن قطاع كبير في المجتمع الأمريكي لا يزال بين مؤيد ومعارض للقضية، حتى أنها أصبحت الآن جزء من المعادلة السياسية الصعبة في واشنطن. قد تكون قصة نجاح هذه السيدة نموذجاً يحتذي به المهاجرون وتساعد الكثير على فهم طبيعة الحياة في البلد الجديد. فالمهم للكثير من هؤلاء أن يجدوا الاستقرار في المراحل الأولى من الحياة الجديدة التي قد تختلف بين مدينة وأخرى. فلذلك طريق الألف ميل في حياة المهاجر لابد أن تبدأ باتخاذ خطوة واثقة وأن يضع الهدف المحدد نصب عينيه مهما كانت صعوبة الوصول إلى خط النهاية. زياد طارق لبرنامج اليوم على الحرة، واشنطن.